ايام بركة عريس. بت بقى قعدة رزع بقى ما تعمليش فيها خالتي اللتاتة كده. والفل يا هندي. مالكش دعوة. بس مؤاخذة يعني مفيش عريس يوم صباحيته ينزل يقعد على القهوة. في ايه ولا قاعد بغير كده جو واشرب كوباية شاي حجرين شيشة. فكك من الحوار ده. أنت عارف هذا حرص. أنا مش شاغلني غير بهلول الكلب ده. لكن معاه شوية شغل لو اتباع يملى البنك كله فلوس. أنا خلع منك ازاي يا حراق؟ بس بقى أنا فضلت قطره وماشي وراه وخلاص هعرف مكان التماثيل وكل حاجة فين وكل حاجة هتبقى في حب خلاص. أوبا فجأة طار. أكلمه بقى غير متاح ومش موجود بالخدمة وحاجات كده. ما يمكن فصل شحن. لا هو يمكن أنا اللي بلم الغابة حواليا. تصدق أنا غلطان وبرد نارك. أجيب لك سكة بقى من الآخر يعني؟ وردة خلعت ووجا خلع وبهلول خلع ومش باقينا غير نوجة وحتى الفلوس طارت. نعم أبو كآبتك. أبو كآبتك يا أخي. في إيه يا حراق؟ ولا كده عاجب ولا كده عاجب؟ أنت بتزعق أنا ولا إيه؟ أنت بتزعق؟ مش قصدي. هز دماغك وأنت ساكت. أنت عارف بقى أنا في حوار كده عايز أستفسر منك عشان أنا مش فاهم. خير. ولا هوجا نضيف قوي. لا نضيف نضيف جامد. وجعل الفرح كده زي القضاء. انا مش فاهم حاجه. بس انا حاسس ان الواد ده ممكن يوصلنا. يا عم ده كان لابس بدله انضف من بتاعه مذيعين النشره وجاب موبايل. هوجا جاب موبايل؟ او النعمه. طب ما احنا برضو يعني التزمنا نمرته. يعني نفهم منه هو شغال مع مين؟ بيعمل ايه؟ الليله اللي هو فيها دي منين؟ سهله. نمرته مع ابويا. بس انت هتكلمه ازاي؟ ده لا مؤاخذة يعني اتجوزت مراته وكنت سبب في طلاقهم من الاول. مفيش حد في الدنيا دي كلها. مفيش حد في الدنيا دي كلها ملوش دخل عند لطفي. امال انا حرق ليه؟ كفاءة. بص مين؟ ايه هوجن؟ بس بلاش غباء بقى. الو؟ ابا هلول مصر. ماشي فين طيب؟ حصل. سلامة بهلول مصر. راح فين؟ راح للمصلحة. طب والعروسة؟ الله يكون في عونها. بهلول بهلول مصر. السلام عليكم. أبو بهلول. مفيش حد هنا ولا إيه؟ أنتوا ولاد عم بهلول؟ في إيه؟ لا 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 لا. إيه ده؟ إيه ده؟ منور يا لطفي يا ابن الحراق. ماشي وراها طيرني ليه؟ عاوز تسرقني يا لطفي؟ فاكر نفسك اصع مني يا ابن امبارح؟ لطفي ده انت طلعت غبي يا حراق. قطعت بلومتك. ده انا كنت هشغلك واكبرك وانضفك. ايه؟ بتقول ايه؟ تعلي صوتك علي. علي صوتك سمعني. يلا اطهر من قدامي. غور. تعرف تروح لوحدك؟ ولا اجيب لك توصيله؟ والختمه الشريفه يا اختي ما اعرف هو فين. انا صحيت من النوم دخلت المطبخ اعمل لهم فطار العرايس طلعت ما لقيتهوش. اكيد يعني اللي نزله الشديد القوي. شديد قوي ايه اللي ينزل عريس يوم صباحيته ما يرجعوش لدلوقتي يا حماتي؟ انا يما اللي بختم نيل. بختم نيل في التلات رجاله ينزلوا يوم صباحيتهم؟ نصيبي يا رب وراضيه بيه. معلش يا اختي معلش. نعمل ايه في حظك المهبب والمنيل ده؟ لا 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 بقى يا ست ام نوجة. ابني راجل وسيد الرجاله وما ينفعش يعني تربطيه في بقجه واحده زيه زي غيره كده. بقجه ايه يا اختي؟
احنا بنبيع فاطم الايات ولا ايه؟ طب ابنك فين يا حماد؟ هو فين؟ اوعى بقى. انا نفسي افهم بس ايه اللي بيعمل فيك كده، كل شويه متخرشن انت. بس يا ابني بتوجع قلبي ليه؟ حادثه مفيش حاجه. حادثه؟ ويعني هي الدنيا سابت الحوادث كلها وجت قفشت فيك انت؟ ايوه. ده انت كل اسبوع متخرشم يا مره يا مرتين. يا ابني بقى انا تعبت، مش مرتاحه لك. وربنا انا قلبي كان حاسس، قلبي كان حاسس المشوار ده انت مش عامله بكيفك ومن وراه شر، عشان كده ما سبتلكش البيت ومشيت. اصيله اصيله النوره. اصيله اصيله يا ام السيد كتخيبه، ده الحريم اقدام، وده احنا شفنا من اول يوم اهو، الله اعلم بقى مستخبلنا ايه بعد كده. كل خير يمه، كل خير يا حبيبتي. وبعدين ما حدش باخد غير نصيب، وانا وابنك على تكه، فما تكملهاش عشان ما تخربش علينا يمه. قول لامك حبيبتي. انا مالي يا اختي؟ ما اللي بيشيل قربه مخرومه بتخر على ظهره. انا ليا في ابني. يمه بسم الله عليك. سمعي طيب. بص يا ولد، انت بعد كده وانت نازل وانت طالع لازم تقدم لي تقرير. طب تصدقي من لما كان عيل صغير قد كده عمر ما حد ضربه. اهو نصيبه، نصيبه اتضرب دلوقتي، اتضرب دلوقتي. ايه بقى هنعترض؟ لا ولا نصيب ولا حاجه، هي قدام. ثم بس بقى تمام. ولا حرص، انا عايزك تاخد دينية هجا من ابوك وتعسلنا وراه كده، تشوف ايه الحكايه وايه اللي حصل له كده، ولو في اي مصلحه البدله ما هو مأمن لك. مصلحه ايه؟ مصلحه ايه اللي هتيجي من ورا المنيل ده؟ وطي صوتك بالراحه عشان امه ما تسمعش، مفيش حد ما بيجيش من ورا مصلحه عنه. ده شكل نوجا شايله جامد قوي من هوجن. لو انت الصادق، نوجا شايله من صنف الرجاله تما. رجاله تما؟ يبقى انت يا برنس اللي هتحاسب على مشاريب القهوه كلها. بس قهوه ايه يا حيوان؟ عامه يعني انا على قلبي زي الفل، زي العسل وزي السكر وزي الكراميل. يا حران، انت بقيت كاظم الساهر ولا ايه؟ بس فك وش الكاميرا. ستر يا رب. صاحبي جاي يطمن على ابنك وهو تعبان يعني. اسمع يا ابو زلي اخسن. ايوه. انت تتنيل وتشرب دون وتتفضل تغور من غير ما ترد. شكرا يا اما. طيب شكرا، خلاص هو هيمشي عالم دلوقتي. خلاص اتفضل انت، اما اخش جوه وارتاح. يا الست دي بتعاملني كده ليه؟ بس يا حيوان دمي ايه؟ انا عايز نروح لبهلول. بهلول تاني؟ بهلول تاني يا لطفي؟ وطي صوتك. انت ما بتحرمش؟ لا مش بحرم. ماشي؟ هنروح له ونجيب معاه ورا كمان. جامد. انا مش فاهم حاجة. هبقى رسيك. بص ترسي ما ترسهوش، انا المهم عندي ترجع لي جيبك مالين. تكبش منه كده وتحط في حجري وتقول لي خد يا نكتي، خد يا نكتي. من عينيا الاتنين يا نوبة قلبي. ثلاثة بالله العظيم يا لطفي، ما حسيبك للولية دي ولا الواد البايظ ده اللي عايز يتلف أملك. وربنا 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 أنا غلطان واستاهل ضرب الجزم وضرب النار كمان. بس يعني أنت كبير والمفروض يعني أنت اللي يعني تسامحني، على أساس يعني عيل وغلط، يعني مين يحتويني؟ ولا خد الواد في إيدك وما شوفش سحنة قرد فيكوا هنا تاني. يلا. ليه بس يا قائد؟ يعني ده انا حتى يعني جاي لك وايدي مش فاضيه. هو مش انت كنت قايل لي اسالك على واحد اسمه مجدي؟ جبت لك قراره خلاص. بس يعني شكل مجدي ده علم عليك جامد كبير. معلش اللي يعلم على المعلم. هو انا اسف، انا مش عارف انا قلت كده ازاي، انا اسف. خلص الكلام. ايوه بس تشغلنا يعني الاول حضرتك يعني معاك. لا يعني انت ساعتها تدينا الامان والسماح وتقول ان احنا رجعنا حبايب، ده مش شرط والله العظيم ما شرط، بس دي امنيه. وتخلص انت وهو لو كتاب الله ولع فيكوا الجوز. ماشي. طيب يعني انا اقول لك يا كبير، الولد اللي اسمه مجدي ده من الاخر يعني اتفصل من نقابه المحامين بفضيحه كبيره. وده يطلع طبع مين دراسه؟ وانا خلاص يعني دلوقتي يعتبر ان انا عارف هو ساكن فين. خلاص كده حبايب يا لطفي حريق، بس بشرطين. التاني
أنا عايزك تعرف لي كل حاجة عن اللي اسمه مجدي ده، مين اللي مشغله وليه زقه عليا وأنا في السجن. سهلة بعون الله. والأولاني؟ ما هو ده كان الأولاني بس أنا ضحكت عليك. الله الله عليك وعلى ضحكتك اللي رجعت نورت وشك دي يا كبير. كمل وقول كلامك الحلو كله. أنا عايزكوا تجيبوا لي قرار الواد هوجن والبت وردة وشغالين مع بعض ولا كل حي شغال لحاله؟ آه يا سلام يا سلام يا سلام، ده سهل قوي. امين. ايوه. طب احنا كده هنرجعنا الشغل ولا ما رجعنا؟ انا مش فاهم حاجه. خلاص يا حسس، من انا ورايح وانتوا شغالين معايا مرمطونات. امين 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 يا عم الدنيا. ينيلك راجل، بقى الهلومة دي كلها بتاعتك؟ وجبت الفلوس دي كلها منين؟ ياما انت جيت هنا ازاي؟ قطرتك يا ضنايا، بس ما عرفتش دخلت انهو بيت وقعدت نخور كده لحد ما جبتك. ما انا كان لازم اعرف يعني انت كل يوم والتاني بتجيني مش شلفط ليه؟ اهلا بيك يا ست ام لطفي، نورت المطرح. اصل ده يا بيتي القديم، زي ما تقولي كده انا حنيت للاستقرار، قلت ارجع في البيت القديم واوضبه ومنجهه. حاكم ببركه دعائك، ببركة دعاكي، ربنا أكرمني قوي، والفلوس اللي اتسرقت مني في ليبيا رجعت لي تاني. اه لا، الفلوس اللي اتسرقت بجد؟ اه بجد، مش كده حاسس حسن؟ بجد. ايه؟ في سبع نوم. ما انا مش قلت لك تعالى بس. نعم. انت عاجبك قعدتنا كده؟ عايزين ننزل نقلب رزقنا يا لطف. بهلول رجع ومعاك انت زي الفل، وانا هقعد نغرف منه. يلا استنى بس، واحنا انا هناكل طوب لحد ما نبقى نغرف. هنعمل ايه طيب؟ نقلب عم شمندي الشحات. اتجنيتي في مخك يا بت ولا ايه؟ اهدر ببطنك. لطفي الحراق يسع شحات. ما تسمع، ده بقاله 50 سنه بيشحت ويمته قد كده. كنت بشوفه وانا في الموقف بيشيل كيسه فلوس ايه وما صرفش منها ولا ملم طول عمره. ده بقاله يجي 30 سنه لا حلق ولا استحم. وده نسرقه ازاي بقى؟ الله يعرفك. انا عارفه اوضته في حته متطرفه، وده بينام زي الطوبه. كان في الموقف لو نام وعدى من فوق اتوبيس وربنا ما يفوت. والله العظيم فكره. بصي بمليون جنيه. يلا بقى. ده جمندي؟ ده أيوة. ده بني آدم يعني؟ أيوه ونايم قدامك سنتي أهو. سبحان الله. برضه هو بالغدا. خايف على ايه تعبان؟ اعملوا ايه هنا يا ولاد الحراميه؟ اعملوا ايه؟ مش هسيبك. فلوسي حصلت بسرعه. استنى يا عمري. استنى بس يا عم. طب سيب بس ايدي. لا مش هسيبك. مش هسيبك. دول فك، دول فكه. هو انت ايه؟ في حد يسيب مراته والراجل رفع عليها السكينه ويجري؟ وطي صوتك، وطي صوتك. مش انت اللي قلت لي الراجل ده بينام ما بيقومش لو عدى عليه قطر؟ بعدين انا مشيت ليه؟
مشيت ليه انا؟ مش عشان اهرب بشويه الفلوس اللي احنا قلبناهم منه اللي في الاخر طلعوا شويه فكه ما يكملوش 5000 جنيه لو قعدت عمري كله اجمد فيهم مش هيكفي. بعدين يعني انت زعلانه ليه يا بنت انت؟ ما انت يعني جيتي اهو زي الفل وما فيكيش حتى خربوش واحد. زعلانه ليه؟ الراجل كان هيموتني يا لطفي، ما سابنيش غير لما رميته في الارض كان هروح فيها. وطي صوتك امي هتصحى. امك بطلت الحريم. قالوا يا حورة الساحة يا وائل، بكرة الصبح تبقى قدامي في المخزن، عايزين نشوف حوار مجدي المحامي ده، عايزين نعمل له تخطيطة نعرف هنعمل فيه ايه.